يعرف أي شخص يعاني من القولون، والله العظيم عندي تجربة والله لا تصدق، جاني قولون وتعبت تعب فوق ما تتخيلوا، قسما بالله إني كنت بس أفكر متى أموت، وصلت إلى درجة ما صرت أفكر إلا في الموت، تعب نفسي وعضوي يعني شيء لا يوصف. رحت للدكاترة، أول دكتور صرف لي 8 أنواع من الأدوية، والله يوم شفت الأدوية زاد المرض عندي نفسي أكثر مما كان. الطبيب الثاني دخلني في تحاليل وسكرني في 3000 ريال تحاليل، ولا وتعامل معايا باسلوب طيب خليني اشوف التحاليل، يعني خليت 3 ايام ما انام من الخوف على التحاليل ايش راح يكون فيها. ما خليت ولا بقيت. سالت قالوا لي انت ما لك علاج، هذا مرض مزمن وما في علاج له. قفلوها في وجهي، لكن تذكرت كلام الرسول ما انزل الله من داء الا انزله دواء. وبدت رحله البحث. والله اني قرات يمكن مجلدات اعشاب، ما خليت شيء ما سويته. حتى لدرجة أنه صار عندي دواليب مليان كل الأعشاب اللي تعرفوها وجربتها، حتى لدرجة أني كنت أروح للمستشفى يسوي لي تحليل تخطيط قلبك يقول ما عندك شيء، أنت روح لطبيب نفسي يعالجك، لأن المشكلة اللي عندك عضويا ما عندك مشكلة، لكن ما رحت للطبيب نفسي الحمد لله. أعطيكم الزبدة، بعد التجارب هذه طلعت بالفائدة اللي بقول لكم إياها، اللي والله بفضل الله الحمد لله أقدر أقول يمكن يعني شبه اختفى القولون والحمد لله. واني والله احتسب الاجر في هذه الرساله، واليوم نحن صايمين في رمضان، انكم هذه الرساله وهذا الفيديو هو صدقه عني وعن والدي. ورقه وقلم وسجل. اول شيء القولون ايش هو؟ القولون هو مرض يسمى من الامراض الجسم النفسيه، يعني في جانب نفسي مهم جدا في الموضوع. يبدا العلاج بالراحه النفسيه، اول شيء حاول تبعد عن اي شيء ضغوطات ستريس، شيء يرفع ضغطك ابعد عنه قدر المستطاع. ثاني شيء غير نمط غذائك، ابعد عن المطاعم كليا وحاول انه غذائك يكون فيه الياف وفيه فواكه وفيه اشياء بعيده عن الزيوت والمقليات والشغلات هذه. ثالث شيء ممارسه الرياضه، لو مهما عندك شغل حط الرياضه رقم واحد، اقل شيء تمشي 4 مرات في الاسبوع ما لا يقل عن ساعه كل يوم. خامس شيء النوم الكافي، خذ كفايتك في النوم، والنوم اللي هو تريح مخك وراسك. واخيرا الالتزام بالشيء اللي بقول لك عليه ولا تستعجل النتائج. في بداية الأمر ممكن تحتاج أول ما تعالج القولون ممكن تاخذ قسط هندي بس كميات بسيطة وفترة محدودة فقط، وأهم شيء أنك تلتزم على الموضوع هذا والله راح تشوف العجب. بدون أعشاب، بدون أدوية، بدون ولا شيء، الحمد لله تقضي على أبو القولون. وإذا أحد قال لك مستحيل قل له والله ما عندك سالفة. إذا كان المقطع مفيد أنشره وخلي غيرك يستفيد. جزاكم الله خير.